يتزين عالم مدهش بأجمل اللوحات الفنية والتشكيلية التي أبدعتها أنامل موظفات مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام. وضم المعرض مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية والتشكيلية استخدمت فيها مواد وخامات مختلفة مثل الورق والحجارة وأجزاء من العقود، والصور الفوتوغرافية التي جمعت بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، والرسومات المتقنة بالرصاص والألوان. وسيستمر المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري طوال شهر رمضان المبارك، كما سيخصص جزء من ريع المعرض لدعم حملات إغاثة الصومال والقرن الأفريقي.